اسعد الله صباحكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله ومرحبا بكم ويانا في جولتنا وفقرتنا من سوق الجبيل من هذا المعلم السياحي التجاري. مثل ما تعرفون مكون من ثلاث اقسام: قسم اللحوم، قسم الاسماك، قسم الخضار والفواكه. خلكم ويانا وتابعونا، بنصير نجيب لكم ان شاء الله الاسعار الطيبه ونشوف شو المواد الغذائيه الموجوده اليوم عندنا في سوق الجبيل. حياكم الله ويانا مرة ثانية مشاهدينا ومتابعي الكرام، رجعنا لكم طبعا في بداية جولتنا من قسم الأسماك، ونتعرف فيها وياكم إن شاء الله اليوم بداية على أسعار الربيان مع أخونا حبيب. حبيب سلام عليك. السلام عليكم، كيف حالك حبيب؟ الحمد طيب لله، يعطيك العافية. عيد مبارك، عيدك مبارك إن شاء الله. شو واقف عند الربيان اليوم؟ أيوة، شو ماخذ اليوم؟ 4 كيلوات. أيوة. 4 كيلوات هنا من الربيان حق المشواي. أيوة. كم اليوم السعر هنا؟ كم اليوم السعر؟ 100 درهم. أيوة. 100 درهم هاي اللي كان من فترة على 105 110 درهم، اليوم عندنا على 100 درهم. شوفوا الحبة ايش كبر، ارفع لي الحبة هذه شوي بوي، شلها فوق هذه الحبة، شوفوا ما شاء الله عليهم، هذه الحبات الكبار اليوم على 100 درهم. وافتتاح طبعا هنا عندنا اخونا حبيب على اشترى 4 كيلو من هذا الربيان الغاوي. طيب الكيلو كم حبة فيه؟ خمس حبات اليوم، 5 × 6 في جبال، 5 إلى 6 تقريبا. أيوة. طبعا على حسب الوزن، عندنا مثل ما تشوفون عندنا شوي الكبار وهنا شوي الصغار. عندنا هنا بنشوف وياكم بعد باقي انواع الربيان الموجود عندنا هنا. شو عندنا هنا على كم هنا السعر؟ هذا 75. 75. 75 تايجر، هذا تايجر فلاور اليوم على 75. وهنا التايجر على كم بعد؟ هذا تايجر احمر كيلو 65. 65 75 65 ما شاء الله. هنا عندنا الاسعار، وهنا تايجر فلاور شوي صغير 60 درهم. 60 درهم على 60. هنا تاجر فلاور حبات الصغار شوي على 60 درهم. وهذا هنا الابيض على كم ما شاء الله؟ على كيلو 55. 55 عندنا ربيان الابيض، هذا كان سومه من فتره ما ينباع اقل عن 60 65، اليوم على 55 درهم. وعندنا هني الهندي هذا ولا تاجر؟ ايوه اسود، هذا اوماني على كم؟ كيلو 45. 45 تاجر عندنا هني الاسود ال 45 درهم. وهنا على كم؟ على 40. على 40، على 40 درهم تقريبا. الاحجام فرق بسيط بينهن، عندنا هنا شوي صغار، هاي له شوي هنا كبار، فالسعر بين ال 40 و 45. يعني هذه الاسعار مناسبه مشاهدينا الكرام. من فتره كان السوم شويه غالي على مثل ما قلنا، كان على 105 110 دراهم، على 110 دراهم كان، لكن حاليا ما شاء الله مثل ما شفتوا عندنا بدايه اخر الدتش على 40 وبدايته على 100، وفي النص كان عندنا بين ال 45 و 55 و 65 و 75 درهم، يعني في نزول في اسعار الربيان ما شاء الله. بنشوف وياكم هنا مع اخونا حمزه. حمزه صباح الخير. كيف حالك يا حمزه؟ طيب الله يعطيك العافيه. حمزه كم اليوم عندنا القرفه اليوم؟ القرفه اليوم على 25. 25 القرفه عندنا سعرها ثابت من فتره ما تغير، على 25 22 25، واليوم عندنا على 25 درهم سعر القرفه. شباب ما تشوفون عندنا هنا الاحجام اللي هي تعتبر شبه الوسط، وعندنا هناك بنشوف وياكم الباشخيل او الشخيلي. هنا كم عندنا الشخيلي؟ على 25. على 25 سعره ثابت من الاسبوع اللي طاف الى الان ما شاء الله. عندنا الباشخيل او الشخيلي شباب ما تشوفون عندنا هني على 25 درهم. واخونا حمزه بعد عندنا السمان اليوم ما شاء الله، على كم السمان اليوم؟ السمان اليوم على 40 درهم. على 40 السمان، على 40 درهم شرى ما شوفون اخونا عبد الكلام هناك شال السمكه. هاي السمانه الطيب الغاويه على 45 سعرها ثابت من فتره، بس كانت من فتره على 50 نزلت على 40 وعلى 45، يعني هذا سعرها ما تغير وايد وما نزل سعرها زياده عن ال 40 و45 درهم. اليوم عندنا الكيلو على 45، وعندنا اللي هناك جش ام الحلا. كم اليوم حمزه؟ جش ام الحلا على 30 درهم. على 30 جش ام الحلا على 30 درهم اليوم السعر. حبات عندنا شيء كبير وشيء من الصغار، شيء كبار وشيء صغار، وشيء عندنا الوسط، وعندنا هناك بعد الفسكره بنت ناخذ على كم حمزه؟ الفسكره على 20 درهم اليوم. على 20 الفسكره اليوم على 20 ما شاء الله. حب عودها كم كيلو فيها؟ كيلوين ولا تقريبا؟ هاي يجي كيلوين، كيلو 700 هيك، كيلوين الى كيلو 700 تقريبا. هنا شوفوا ويانا الفسكره بنت ناخذ طبعا شيء طيب من الصبح واصل عندنا هنا ما شاء الله. وعندنا هناك الحدي، على كم الحدي؟ الحدي على 30 درهم. على 30. أيوة. على 30 الحدي سعره ما تغير من فتره، كان على 40 و35، اليوم على كم قلنا اليوم؟ 30. على 30 درهم. على 30 بعد ثابت على 30 درهم عندنا ما شاء الله الحدي. مشكور عبد الكلام ما قصرت، بنصير نشوف وياكم بعد الدكه الثانيه. عندنا شيء طيب، عندنا النعيمي، عندنا الفرش، وعندنا ام الحلا، وعندنا
الباشخير وهناك صافي صنيفي عندنا ما شاء الله. بس نبدا وياكم بدايه من اسعار النعيم. النعيمي على كم اليوم؟ السلام عليكم. 40. كم بوي؟ 40. على 40 النعيم اليوم على 40 درهم. شرم ما تشوفون عندنا الاحجام هذه الطيبه الغاويه على 40 درهم. والفرش كم وصل؟ فرش 30. 30 الفرش على 30 من اسبوع ما تغير السعر ثابت على 30 درهم. وعندنا هنا الجش ام الحلا كم هنا ما شاء الله؟ جش 30 بعد. 30 عندنا هنا بعشرة عند حمزه هناك 30 وهنا عندنا 30 وعندنا هنا الباشخيل كم هنا؟ 25. السعر ثابت على تقريبا معظم الدتشات على 25. وعندنا هنا ما شاء الله صافي صنيفي على كم اليوم؟ 40 كيلو. على 40 على 40 صافي صنيفي. السوم اسبوع اللي طاف كان نفس الشيء على ال 40 45 لكن اسبوعين اللي قبل كان على ال 50 و55 وتم ثابت حاليا على ال 40 درهم ما شاء الله. شرم ما تشوفون عندنا احجام مختلفه. عندنا الكبار اخر شيء هناك وعندنا شوي اللي هن شبه الوسط وعندنا الصغار والكيلو على 40 درهم ما شاء الله. وعندنا بعد نشوف وياكم الشعري العربي هنا على كم الشعري العربي اليوم واصل؟ علي 35 كيلو. كم؟ 35. 35 عندنا الشعري العربي هنا مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون عندنا الاحجام اللي هي تقريبا شبه الوسط اليوم على 5 وكم؟ 35. 35 بعد على 35. ها مطراد ولا ملنشات هذا؟ لا ملنشات. هذا ملنشات. ملنشات اليوم عندنا على 35. صافي العربي كم وصل؟ 55 كيلو. 55 صافي العربي من ال 60 الى 55. جش الصال حبات الكبار 25. 25 نعم. 25 ما شاء الله عندنا الجش حبات الكبار مثل ما تشوفون عندنا هنا تقريبا اربع حبات عندنا هنا من الجش الكبار جش الصال. وعندنا الكوفر. الكوفر كم هنا؟ 35. 35 الكوفر ما شاء الله ما تغير سعره ثابت. وعندنا هاي الغاويه الحمراء هنا كم؟ 35 بعد. 35 نعم. 35 نزلت عن 40 الى 35 درهم عندنا الحمراء. وعندنا هذه السبن الطيبات هنا على كم ما شاء الله؟ 25. 25 نعم. 25 درهم سعر الكيلو. الحبات الكبار هنا عندنا السبن وعندنا الحمراء وعندنا ما شاء الله الكوفر وعندنا الجش الصال حبات الكبار. ومثل ما شفتوا عندنا هنا الصافي على 45 بعد سعر ما تغير على 45 ولا كم هنا؟ لا 55. 55 عفوا 55 و40 هنا كان صافي صنيفي. وعندنا هنا العربي على 55 درهم سعر الكيلو. بنشوف وياكم بعد مشاهدينا الكرام بنشوف اسعار الاسماك عندنا هنا الثانيه شو السمك الموجود عندنا عدة شات هناك بنطالع. طبعا وصلنا عند شات الطراريد هنا بنشوف وياكم بالاسعار. سلام عليك كيف حالك؟ تعالوا وياي هنا خاري تعال مو عليك امر. كيف حالك؟ الحمد لله طيب. الحمد لله. كم اليوم زبيدي كم؟ زريدي كيلو 60 درهم. على 60 زريدي اليوم على 60. الكوفر عندنا؟ كوفر 45 درهم. 45 درهم. وجش الفرو كم هنا؟ 30 درهم. 30 درهم عندنا جش الفرو. تعالوا نسير وياك قدام. طبعا هاي دكه الطراريد مشاهدينا الكرام. الصافي العربي كم هنا؟ صافي عربي 55 كيلو. 55 شردتش الاوليه على 55 درهم. جش عندنا هنا المتيتي او الحلا الكيلو 35. 35 35 الكيلو. بنشوف وياك صافي صنيفي كم هنا عندك؟ 40 درهم. 40 صافي صنيفي على 40. والهناك الزريدي كم قلنا؟ مال 50 درهم كيلو. 50 هناك 50 وهنا؟ هذا 60. 60 وهناك على 50 درهم. طبعا عندنا زريدي. والهوامير على كم سعره؟ هوامير كيلو 65. 65 درهم عندنا الهوامير ما شاء الله. شرم ما تشوفون سعر ثابت الى الان على 65 تقريبا. معظم الاسماك الموجوده عندنا مشاهدينا الكرام ما تغير فيهم الاسعار الا شيء بسيط. وفي عندنا الربيان اللي نزل سعره كان السوم على 110 105 حاليا على 100 دراهم. وارخص شيء عندي على 40 درهم. وعندنا مثل ما شفتوا الدتشات الموجوده هنا والصافي بعد نزل سعره. السوم كان ما شاء الله على العربي كنا نتكلم على العربي كان سعره بين ال 70 و 75 وحاليا وصل على 55. وصافي صنيفي كان من ال 60 وصل على ال 40 و 45 درهم. مثل ما شفتوا الدتشات عندنا في سمك بالطراريد وشيء عندنا ملنشات. يعطيكم العافيه خليكم ويانا ونسير ياكم قسم ثاني من السوق نتعرف على الاشياء الموجوده عندهم هناك والاسعار. حياكم الله مشاهدينا مستمرين معاكم في جولتنا من قسم اللحوم والدواجن. نتعرف فيها ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار اللحوم المعروضه عندنا هني مع اخونا ابراهيم. السلام عليكم. صباح الخير. الحمد لله. كيف حالك؟ طيب عندك زباين اليوم ما شاء الله تريون اللحم اليوم بيد ما شاء الله. يعطيك العافيه. أيوة. خبرنا هذا مال ايراني ليا ايراني ليا ايراني تيس الخروف عفوا خروف. ايوه كم سعر اليوم هذا؟
30 خمسة أولها قال لي 40 قالون 30 هذا كان 40 اليوم على 30 درهم سعر أيوة. اللي عندنا هنا طبعا هاي الخرفان الإيرانية أيوة. وعندنا هني الهندي هذا ولا أيوة مال الهندي هذا هندي هندي أيوة. كم وصل الحين هندي 35 هذا 35 35 سوي خالي أمس اليوم سوي ركز 35 اليوم نزل على 35 أيوة. درهم أمس 38 ما شاء الله كان 38 نزل إلى 35 درهم عندنا الهندي طيارة شرا ما شوفون عندنا مشاهدينا الكرام هنا دبايح طبعا تينا تي كاملة ويونا هنا أخواننا القصابين يعطونها تقريبا يوزعونها على الكتف على الرقبة على الفخذ يعني مثل ما شوفون عندنا في الثلاجة هنا أيوة. نفتح الثلاجة الثانية وياكم هنا ونشوف إبراهيم هذا كله الهندي هذا الهندي فقط كامل هذا الهندي أيوة فقط هذا كم كيلو فيه تقريبا هذا يدي كيلو ونص فقط كيلو ونص والسعر على 35 درهم أيوة أيوة الكيلو ونص أو كيلو واحد مثل ما تشوفون على 35 درهم عندنا الذبيحة مفصلة هنا الكتف والفخذ والرقبة مثل ما شوفوا في الثلاجة الأولى وهذه تكملة دبي احنا عندنا زي ابراهيم نسير ياك مال اجل هذا مال هذا العيل عيل باكستاني ايوه ظهر نعم باكستاني ظهر هذا الظهر الفتيله هذه اه فتيله هذا كم اليوم الكيلو فتيله 35 35 هذا برا ظهر 32 35 32 35 وشو 32 هذا ظهر نفس الشيء يعني 35 32 درهم الكيلو في له يجي 35 في له 35 ظهر برا 32 32 ما شاء الله طبعا لحم صافي ترى ما تشوفون عندنا هني اللحم الصافي عندنا هنا مشاهدينا الكرام وهذا شو هنا بعد ابراهيم بعد هذا باكستاني هذا باكستاني هذا الباكستاني عندنا هني كم سعره اليوم اليوم 22 22 أيوة. بالعظم هذا ملاضم. بالعظم 22 درهم عندنا العيل الباكستاني تقريبا سعره شرى ما اسبوع اللي طاف في 30 31 لكن اليوم عندنا على 32 درهم أيوة. بالعظم هذا الباكستاني هنا شرى ما تشوفون هاي الرقبه هذا العيل الصغير ايوه عيل صغير هذا عيل الصغير هنا شوي سعره على 32 22 و 32 22 درهم عندنا بالعظم هنا مثل ما قال اخونا أيوة. ابراهيم بنشوف وياكم بعد هنا ابراهيم شو بعد باب كبير مثلا هذا العيل العود شويه هذا بيبقى. هذا الكبير احمر لهم لا لونه كبير. احمر طبعا غير هناك عندنا لون شويه يجيكم على الوردي خفيف اللون شويه مو بغامض شرى هذا وهني كم سعر ابراهيم هذا 20 كبير 20 على 20 درهم عندنا حبات اللي هو طبعا العيل العود على 20 والصغير البتلو مو بتلو شويه اصغر عنه اكبر على البتلو ينباع على 22 درهم وهني على 20 درهم وهذا بالعظم من غير عظم كم هني 30 هذا كبير بدون عظم 30 بدون صغير 32 انزين كبير 30 الصغير على 32 والكبير على 30 درهم أيوة. والعظم هناك 22 هذا كبير 20 وهني على 20 درهم أيوة. يعطيك العافيه ابراهيم أيوة. ما قصرت جزاك الله خير بارك الله فيك مشاهدينا متابعين الكرام مثل ما شفتيانا اسعار اللحوم عندنا هني ما شاء الله شويه نزلت عندنا الهندي كان وصل 38 وصل على 35 حاليا وبغيت كميات اكبر بعد طبعا ينزل السعر شويه والعيل تقريبا ما تغير سعره ينزل 21 22 32 30 وهذا سعره ثابت ما تغير يعطيكم العافيه خلكم ويانا تابعونا ونزيد اخر قسم ثاني بس مستمرين في جولتنا وياكم من قسم الخضار والفواكه مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتعرف فيه ان شاء الله وياكم اليوم على اسعار الخضار والفواكه موجوده عندنا هنا بدايه من هذا المحل المتميز مع اخونا عبد الله عبد الله السلام عليك السلام عليكم كيف حالك عبد الله الحمد لله الله يعطيك العافيه الحمد لله عبد الله شوي تعال نرجع ورا شوي عبد الله خلينا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام هاي طبعا عندنا الخضار هاي تعتبر المستورده فيها المصري فيها السيلاني وفيها الباكستاني بس خلينا نتعرف وياكم على انواعه والاسعار عبد الله نعم فندال ملوين هذا مال مصر على كم اليوم كيلو 6 ريال 6 درهم عندنا الفندال هنا وهذا شو بطاط ولا زنجبيل هذا عربي يعني سمسم بطاطا هند سريلانكا هذا البطاط السريلانكي مثل البطاط مثل البطاط السريلانكي هذا كم الكيلو بعد 12 درهم ما شاء الله وهذا بعد نفس الشيء هذا يعني سمسم بطاطا بار بعد نفس الشيء بعد على كم بعد هذا الكيلو كيلو 6 ريال 6 درهم وعندنا هنا الشمندر مال كيلو 4 4 درهم ليمون ليمون كيلو 6 ملوين هذا هندي ولا وين ملعمان ملعمان على كم 6 درهم وهذا هذا مال فيتنام فيتنامي على كم ما شاء الله 5 درهم 5 درهم عندنا هني ما شاء الله وهذا اللومي الكبير هنا مال افريكا هذا الافريقي على كم واصل كيلو 6 ريال 6 درهم عندنا هاي القرع بعد ملوين هذا الهندي كم سعره ما شاء الله 6 6 وهذا فاصوليا ولا شو هذا لوبيا لوبيا من لوبيا. بنغلاديش هذا من بنغلاديش على كم سعر هذا 12 12 درهم عندنا الكيلو ما شاء الله هنا وعندنا اللومي وعندنا
عبد الله انت حاط كم نوع هنا موز؟ هذا المطبخ ملأكل. ايوه هذا ملأكل. هذا ملأكل. كم هذا؟ حق السيب. هذا كله 12. 12 وهذا؟ هذا حق السيب لا. هي. سو فري بعدين سو سيبس. هذا يسوون من مشاهدين الكرام يسوون من الشيبس هذا، هذا يسوون من الشيبس. على كم هذا؟ كله 12 بعد. 12 درهم عندنا الموز هذا اللي تشوفون انتم يسوونه حق الشيبس اكثر شيء اخواننا اللي يسوين. هذا موجود هنا عندنا طازج، وعندنا ما شاء الله الثوم والزنجبيل. كم الثوم؟ هذا كيس 6 ريال. 6 دراهم؟ كيلو 5. و5 دراهم الكيلو، وعندنا زنجبيل. بعد 5 دراهم، بعد الشيء على 5 دراهم. وهذا شو؟ بصل هندي. بصل هندي. صغير هذا، على كم البصل الهندي؟ كيلو 12. 12 درهم، 12 درهم، هذا طبعا ما اتكلم عن البصل الكبار، هذا الصغير يجيكم شوي غالي. عبد الله تعب نشوف وياك اليوم عندنا كم الطماطم اليوم سعر؟ في 13 في 12. 12 و13 درهم عندنا الطماطم موجود عندنا اليوم في السوق مشاهدينا الكرام، سحاراتها شرام ما تشوفون، وعندنا هناك اليواني البطاطا على كم؟ بطاطا مال لبنان 13. اللبناني 13. باكستاني 15. باكستاني 15، وهذاك شو بعد؟ هذا بط باكستاني. نفس الشيء باكستاني. 20. 20. على 20. 20. انزين هناك عندنا الخيار، شوف هناك عندنا الصناديق الكبار، الخيار والباميه. خيار. خيار كم؟ كيلو 4 مال محلي. 4 دراهم محلي هذا ما شاء الله. والباميه عندنا كم؟ مال عماني كيلو 10. 10 دراهم عندنا الباميه. والكوسه، كوسه كم؟ كوسه كيلو 6 ريال. 6 دراهم مال اردني. اردني على 6 دراهم عندنا الكوسه ما شاء الله. عبد الله شكرا، يعطيك العافيه، ما قصرت، بارك الله فيك. مشاهدينا بس نطالع بعد وياكم اسعار الفواكه الموجوده عندنا هنا ما شاء الله في سوق الجبيل. عندنا محلات كثيره تقريبا ما يقارب فوق 300 محل عندنا هنا في هذا القسم المتميز مع اخونا هني ناصر. السلام عليك. والسلام. كيف حالك ناصر؟ زين. طيب ما شاء الله عندك انواع مختلفه من العنب، الالوان بعد الطيبه، عندنا هناك الاسود وعندنا الاخضر وعندنا الاحمر. كم سعر اليوم عندنا العنب؟ هذا 12 12 10 10 13 13 درهم. 12 و10 و13 درهم سعر العنب عندنا اليوم هني في سوق الجبيل. وعندنا هذه السنطر الغاوي، هاي باكستاني ولا صيني هذا؟ من استراليا. استرالي. أيوة. بعد انا نوهت اقول لو خمنت مكان ثاني طلع انه استرالي. كم السعر؟ 7 درهم. 7 أيوة. درهم عندنا سنطره هنا من استراليا، وهذا هني عندنا باكستاني. الباكستاني طبعا هذا التشوسه. هذا تشوسه. تشوسه على كم؟ هذا كيلو 8. سندري خلاص. سندري خلاص موسم الحين. أيوة عندنا التشوسه هاي شرم ما تشوفون. صندوق كامل كم هنا؟ 22. 22 22 كبير. كبير 40. الكبار على 40. أيوة. في عندنا نوعين طبعا، هذه على كم؟ 30. 22 والكبار عندنا على 40. وهذا المصري ولا مصري؟ على كم واصل سعره؟ 35. 35. أيوة. 35 درهم. عطني هذا التشيكو، هذا هاي فاكهة يسمونها التشيكو مشاهدينا الكرام، هندي هذا؟ أيوة. كم سعره اليوم؟ 10. 10 درهم، على 10 درهم عندنا هذه التشيكو شرام ما تشوفون. وتجيكم احجام احيانا صغير احيانا شوي كبار، لكن كل ما كانت اكبر كل ما كانت اطيب، لان تكون شويه لينه من داخل، هذه شويه تكون يابسه عصه. لكن عندنا اليوم على كم قلت لي هذا؟ 10. 10 درهم. 10 درهم. تعال مسير ياك قدام ناصر راونا شو عندك هنا. الجوافه، هاي جوافه، هذه الكبار جوافه. أيوة. جوافه ما شاء الله، هاي على كم هذه؟ هذا 7. هندي ولا تايلندي؟ فيتنام. فيتنامي. فيتنامي على 7 دراهم. صحن ولا سام؟ صحن على 7 دراهم. عندنا هني هاي الجوافه الفيتناميه، وعندنا هذا ملوين بعد، هذا نفس استرالي. أيوة. استرالي عندنا مجهز لنا هنا في علب بسيطه او صغيره مخلنها. وعندنا هناك الكمثرى على كم ما شاء الله؟ هذا ما 10. على 10 دراهم. أيوة. على 10 دراهم الكمثرى. المانجستان هنا رمبستان كم هايله؟ كله 12. 12 صحن على 12 درهم. مثل ما تشوفون عندنا هني هذا الكيوي ايطالي. 10. لا ايطالي. ايطالي كم؟ 10. 10 درهم. 10 درهم عندنا الكيلو هناك. بنشوف وياك بعد هنا الرمان. هذا الرمان شو الهندي ها ولا هندي؟ هندي. كم وصل سعره؟ 10. هذا صغار اللي وسط ماشي الحين ولا تو موسم هذا؟ لا موسم اخر. هذا اخر موسم. أيوة. هذا يسمونه بيبي. ايوه صغار، هذا صغار اخر موسم. لو لاحظتوا الحلقات السابقه كانت هنا حبات ما شاء الله شوي كبار، مو بنفس التركي بس شوي اقل عنه، لكن الحين نهايه الموسم طبعا وعندنا الحبات الصغيره. والهندي طبعا معروف انه طعمه غاوي بين الحامض والحلو، شي يكون طعمه فيكون عليه طلب كثير. وكم اليوم الصندوق عندنا هنا ناصر؟ 20 درهم. 20 درهم عندنا الصندوق. وعندنا الشريف هنا كم؟ هذا 10. 10 درهم. هندي تايلندي؟ هندي. هندي. عندنا هنا الشريفه هذه من تايلند شرام ما تشوفون عندنا مشاهدينا الكرام. يعطيك العافيه ناصر. ما قصرت مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مثل ما شفتوا ويانا اسعار الخضار، وانتقلنا لاسعار الفواكه. شفت الفواكه ويانا اسعار طبعا شوي في تغير عن الايام اللي طافت، شوي في نزول الاسعار. وعندنا الهنبه، وعندنا ما شاء الله الرمان الى الان مستمر. والاسعار شرام ما شفتوه عندنا الهنبه شيء على 25، وشيء عندنا على 22، وعندنا الكبار على 40 درهم. والرمان وصل سعره كم؟ وصل سعر الرمان شبي رمان 20. 20 درهم. انا انسى وايد انه ما شاء الله اسعار كثيره، فوصل عندنا على 20 درهم. يعطيكم العافيه، وان شاء الله تكونوا استفدتوا ويانا من جولتنا الشامله مشاهدينا ومتابعينا الكرام في سوق الجبيل. بدينا وياكم طبعا من قسم الاسماك
وانتقلنا للحوم والدواجن وختمناها من هذا القسم المميز قسم الخضار والفواكه. خلكم ويانا وتابعونا باقي فقرات البرنامج مع زملائي في الاستديو. مع السلامه.